السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. هرمون الذكورة مهم جدا بالنسبة للرجال، لدرجة ان هو بيسمى بوقود الرجال، وده نظرا لان هرمون الذكورة مسؤول عن بناء الكتلة العضلية والعظمية بالنسبة للرجال، مسؤول عن الرغبة الجنسية، مسؤول عن الأداء الجنسي، مسؤول عن انتاج الحيوانات المنوية، مسؤول عن انتاج كرات الدم. عشان كده النهاردة هنتعرف على الأدوية اللي بتقلل هرمون الذكورة عشان الرجال يخلوا بالهم منها، عشان يقللوا الجرعة على قد ما يقدروا، عشان ما يحصل لهمش نقص في هرمون الذكورة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب في جامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. من خلال تخصصي في الغدد الصماء والتغذية العلاجية، في فيديو سابق أنا اتكلمت فيه عن الأغذية اللي بترفع نسبة هرمون الذكورة بصورة طبيعية، وهو كمان الأسلوب الحياة الصحي اللي يساعد على رفع هرمون الذكورة بصورة طبيعية. النهاردة بقى هركز على الأدوية اللي فعلا نسبة كبيرة أو من الرجال بتتناولها، وفعلا بتقلل من نسبة انتاج وتكوين هرمون الذكورة، وتسبب لهم مشاكل صحية كتيرة قوي. أول مجموعة من الأدوية دي مجموعة الأدوية اللي هي بتعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبتعالج ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية. المجموعة دي من الأدوية فيها بتسمى بالإنجليش اسمها ستاتين، ستاتين بالعربي اسمها ستاتينات. المجموعة دي زي إيه؟ زي أتور، ليبيتور، كريستور. المجموعة دي بتعمل إيه بقى؟ بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم. الكوليسترول ده هو اللي بيكون منه هرمون الذكورة، فبيقل نسبة تكوين وإنتاج هرمون الذكورة، فبيأثر على خصوبة الرجال، وبيأثر على الرغبة الجنسية والأداء الجنسي، وبيأثر على بناء الكتلة العضلية، وبيأثر على بناء العظام. الأسوأ من كده إيه؟ الأدوية دي بتعمل حاجة اسمها رابدومياليسيز. يعني إيه رابدومياليسيز؟ وهن في العضلات، وهن في العضلات، تيجي كده العيان يقوم يبقى مش قادر يقوم. الحاجة التانية بتعمل كمان اكتئاب. طيب هنعمل إيه يا دكتورة؟ ما إحنا مضطرين ناخدها. طبعا انا بقولش نوقف الادويه، اللي انا الغرض من الفيديوهات دي ان احنا نقلل من استخدام الادويه عن طريق استخدام حاجات طبيعيه. انا تناولت فيديو سابق ازاي نقلل الدهون الثلاثيه بصوره طبيعيه، وازاي نقلل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه بصوره طبيعيه، وايه الاعشاب اللي تقلل نسبه الدهون الضاره والدهون الثلاثيه الضاره والكوليسترول الضار في الدم. احنا لو عملنا بهذه الفيديوهات هنقلل من نسبة الأدوية اللي احنا ماشيين عليها، وبالتالي نتفادى الأعراض الجانبية زي تقليل نسبة هرمون الذكورة في الدم والمشاكل الصحية الأخرى اللي بتتعرضوا لها بسبب تناول هذه الأدوية. تاني مجموعة من الأدوية، ودي ماشي عليها كتير من الناس، بعض أدوية علاج الضغط المرتفع. زي ايه؟ زي مدرات البول، زي بيتا بلوكر. بيتا بلوكر يعني حصيرات بيتا او مثبطات بيتا، او الفا بلوكر زي مثبطات الفا او حصيرات الفا. الادويه دي بتعمل ايه؟ بتقلل من تدفق الدم للاعضاء التناسليه المسؤوله عن انتاج وتكوين هرمون الذكوره. فلما بناخدها فتره كبيره، متعرض ليها فتره كبيره وبجرعه كبيره، بيظهر الاثر ده السلبي على الرجال. طب هنعمل ايه؟ طيب انا في فيديوهات سابقه اتكلمت على، في 6 فيديوهات اتكلمت عن الضغط، ايه هي المشروبات اللي تخفض الضغط، ايه هو النظام الغذائي الصحي اللي يساعد على تخفيض الضغط، ايه الاغذيه اللي بترفع الضغط، ايه المكملات اللي بتساعد على تخفيض الضغط، ايه النصايح المهمه جدا اللي تساعد على تخفيض الضغط. احنا لو عملنا بالكلام ده هنقلل من استخدام ادويه علاج الضغط المرتفع، وبالتالي نتفادى الاثار السلبيه لهذه الادويه، لان مدرات البول مش بتقلل من تدفق الدم بس للاعضاء التناسليه، بتؤدي ايضا الى فقد البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ففعلا لها كلها اثار سلبيه كبيره تانية اخرى، مش بس قليل انتاج وتكوين هرمون الذكوره. ايضا من الادويه، وكتير من الناس بتتناولها كده، تروح الصيدليه ممكن من غير استشارة الطبيب تتناولها، اللي هي باسطات العضلات. الأدوية بتعمل ارتخاء وبسط العضلات. أي حد بيجيله تقلص في عضلات الرقبة، تقلص في عضلات الكتف، تقلص في عضلات الظهر، على طول يروح للصيدلية يروح يديله باسطات عضلات. مشكلة الأدوية دي إيه؟ بتأثر على الرغبة الجنسية، وبتأثر على الأداء الجنسي، وبتأثر على خصوبة الرجال. فالأدوية دي نقلل من استخدامها على قد ما نقدر، ونستبدلها بحاجات طبيعية، وده هتناوله فيديو آخر إن شاء الله. من ضمن الأدوية اللي كتير من الناس بتتناولها بالذات أثناء فترة الشتاء، وهي مضادات الهستامين.
مضادات الهستامين دي زي أدوية الزكام، أدوية الرشح، أدوية الجيوب الأنفية. أي نعم بتحل لنا مشكلة الزكام والرشح والجيوب الأنفية، بس في نفس الوقت بتقلل من تدفق الدم للأعضاء التناسلية وبتقلل من إنتاج وتكوين هرمون الذكور. الأفضل إن هي تساعد على رفع مناعتنا، ناخد فيتامين سي ومكملات غذائية تساعد على رفع مناعتنا، ناخد مشروبات تساعد على رفع مناعتنا، ناخد كمان أغذية تساعد على رفع مناعتنا عشان نتفادى ونقلل من استخدام هذه الأدوية. الأدوية دي أنا ما بكتبهاش في عيادتي ولا للأطفال ولا للكبار، وكلهم بيتحسنوا بفضل الله. أيضا من الأدوية اللي بتؤدي إلى تقليل وإنتاج هرمون الذكورة أدوية بتعالج أمراض عصبية زي إيه؟ أدوية الاكتئاب. أدوية الاكتئاب في نسبة كبيرة منها بتأثر على نسبة الدوبامين في الدم والسيروتونين والنور إبنفرين، ولما بيحصل خلل في هذه النسب في الدماغ بيحصل خلل في نقل الإشارات العصبية، بتأثر على الأداء الجنسي وبتأثر على الرغبة الجنسية وبتأثر على خصوبة الرجال. طيب إحنا عندنا اكتئاب لازم ناخدها، اللي هم عندهم اكتئاب نسبة كبيرة خلاص يتناولوها تحت إشراف الطبيب ويحاولوا يستبدلوا المجموعة اللي بتأثر على هرمون الذكورة بمجموعة تانية من الأدوية ما تأثرش على هرمون الذكورة. الناس اللي عندهم اكتئاب بنسبة خفيفة، لا، في مكملات حلوة أنا تناولتها في فيديو سابق، في كمان حاجات طبيعية تساعدنا على التغلب على الاكتئاب بحيث ما نلجأش بسرعة أول ما يجي لنا اكتئاب ناخد أدوية اكتئاب. الحاجة المهمة أيضا الأدوية اللي بتعالج الصرع والأدوية اللي بتعالج الصداع النصفي، ودي معظم الناس بيتناولوها وبيتناولوها بإفراط. الأدوية أيضا بتقلل من إنتاج وتكوين هرمون الذكورة وبتأثر على الرجال بصورة فعالة، فنقلل من تناولها على قد ما نقدر أو نستبدلها تحت إشراف دكتور المخ والأعصاب بمجموعة من الأدوية ما تأثرش على هرمون الذكور. أيضا أدوية علاج الزهان. الزهان يعني انفصام الشخصية، سواء انفصام الشخصية لوحده أو انفصام الشخصية اللي معاه اكتئاب. ما الأدوية اللي بتعالج هذه الأمراض كلها بتقلل من إنتاج وتكوين هرمون الذكورة لأنها بتعمل خلل في نسبة الدوبامين في الدم، بتزود هرمون اللبن برولاكتين ليفل في الدم. الدراسات أثبتت إن هي بتأثر على خصوبة الرجال بنسبة 45-90%. الخلاصة إن لازم نخلي بالنا من الأدوية اللي بتقلل من تكوين وإنتاج هرمون الذكورة لأن تبعيا ليها تأثر على الكتلة العضلية وبناء العضلات والرغبة الجنسية والأداء الجنسي وإنتاج حيوانات المنوية وإنتاج خلايا الدم والنشاط والحيوية والإقبال على الحياة. ونحاول بقدر ما يمكن لو نقدر نستبدلها تحت إشراف الطبيب بمجموعة تانية من الأدوية يبقى خير وبركة. ولو قدرنا كمان نقللها ونستخدم حاجات طبيعية في علاج أمراضنا عشان نقلل الأعراض السلبية اللي احنا متعرضين ليها. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.